السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عامل الجدول الفيديو ده علشان الجروب اللي اسمه توفل عين شمس اللي على الفيسبوك ده، خاص بالامتحانات بتاعت التوفل اللي بتتعمل في عين شمس. في 9 نماذج من الامتحانات عندنا، و8 بس منهم اللي في الاول، في اول كل امتحان من الـ8 بس منهم اللي فيه الليسننج. فانا جمعت شوية حاجات عن الليسننج بتاعة المذاكرات بتاعت عين شمس، واكتشفت ان في نمط معين للاسئلة، في مثلا 10 انماط. انا بعد كده بقى اكتشفت ان هم 15 نمط للمهارات التي يختبرها الامتحان. يعني في 15 مهارة في الاستماع لازم تكون عند كل طالب علشان يجيب الفول مارك في الليسنينج. ففي مهارات عادية جدا كل الناس موجودة عندها، بس في 3 مهارات لاحظت ان هي حتى بعد الناس ما بتذاكر وبتشوف الإجابة الصح ايه، مش عارفة تلقط تلك المهارة. فهم عبارة عن 3 مهارات، 3 أنواع. الاول اقول لكم انا بس بذاكر ازاي لسننج. انا بفتح ادي السكريبت بتاع مثلا الاسبرين، بفتح السكريبت، بفتح الاسئله بتاعه النموذج بتاع الاسبرين، دي الاسئله، ده اللي هو كلام اللي هنسمعه، ودي الاجابه الايه الصح. بقوم فاتح اليوتيوب، واقوم ايه مشغل اليوتيوب. Number 1. Are the exams corrected yet? No, but they'll be corrected by noon. What does the man mean? هو دلوقتي اتكلموا وسألوا السؤال، قال له are the exams corrected yet؟ قال له no but they'll be corrected by noon. What does the man mean؟ وادي الاختيارات، والإجابة الصح هي ايه؟ the tests will be graded by noon. اوكي، طيب انا بذاكر بالطريقة ديت، كل الايه كل الاسئلة بذاكرها بالايه، بالاسلوب ده هوت، بجاوب وبقوم ايه شايف الإجابة على طول وبقوم حافظها. يعني انا مش بحفظها، هي بتتحفظ لوحدها لما انا بعمل كده. طيب بس تعالوا بقى نشوف المذكرة اللي انا عملتها. لما لقيت ان في انماط للاسئلة اللي بتتسأل، وانماط للحاجات اللي الناس مش عارفة، انماط للمهارات اللي الناس مش عارفة. طيب انا لقيت هما 3 انواع من المهارات الناس مش عارفة تكتسبها او بتفضل تسأل فيها حتى بعد ما يعرفوا الاجابة. اول نوع اللي هو بيبقى فيه 2 بيتكلموا مع بعض ويجي السؤال الإجابة الصحيحة والاختيار الصحيح عكس اللي احنا نتوقع ان هو يبقى مظبوط. طيب ده اول نوع. تاني نوع كان عن فين تاني نوع؟ طيب تاني نوع لما كان هو يكلم يقول I'll say. طب انت I'll say هتقول ايه حضرتك؟ You can say that again. طب وانت عايز هتقول ده تاني ليه؟ لا، هي القصة مش كده، احنا هنشوف الـ الانماط ديت. انا جمعت كل الاسئلة اللي في كل النماذج اللي هي على النمط ده، او النمط الاولاني او النمط التالت. تالت نمط، تالت نوع اللي هي الاسئلة اللي فيها idioms او phrasal verbs، برضو الناس ما بتبقاش فاهمة idioms او phrasal verbs. طيب تعالوا نشوفهم نوع نوع. اول نوع الف، اللي هو بيقول في آخر الجملة مش كده برضو ولا إيه؟ أليس كذلك؟ يعني إزاي؟ قال له إيه؟ You should put some money in the parking meter. Parking fees aren't necessary on the weekend. Are they؟ مش كده برضو ولا إيه؟ فالإجابة الصح بيقول He thinks. تكون الإجابة دائما، فيكون الإختيار صحيح دائما أن المتحدث الأخير اللي هو ده، هما 2 يعني التاني، ليس متأكدا أو يعتقد أو يظن. He thinks. He believes. طيب طيب السؤال بدأ I don't think this painting is very good. هو بيتكلم كده It's better than the first one, isn't it? فهي بتقول مش كده برضو ولا ايه؟ يبقى الإجابة She thinks it's an improvement. Okay. السؤال بعد منه How long do we have to finish our projects for music class? ألا they are due December 1st. Aren't they? مش كده ولا إيه؟ يبقى الإجابة صح He believes. شوفوا دول الثلاثة اللي جم في الثمانية كلهم الإجابة بتاعتهم He thinks they don't have. She thinks it's an improvement.
He believes the music will be available. He believes. هو يعتقد كده لأن قال مش كده برضو ولا إيه؟ هو مش متأكد. طيب النوع البه بتاع النوع الألف لما يقوله إيه؟ على حد علمي as far as I know وبتاعت as far as know في التمانية كلهم ما جاش غير تلاتة بس as far as I know. قال له is it possible to drop يعني يشيل مادة من اللي عليه يعني هو عليه مواد وفي مادة هيعمل لها drop يعني يسقطها من اللي عليه ما يمتحنهاش drop a class in the third week of the semester. قالت له as far as I know يبقى she believes that it's possible. طيب بصوا بقى الاختيار اللي تحت منه it's possible to drop classes. طب هي possible ولا مش possible؟ الاتنين دول الاختيارين دول شبه بعض قوي بس عشان هي قالت له as far as I know على حد علمي افتكر كده اعتقد كده يبقى she believes هو الاختيار الصح she believes هي تعتقد كده والله اعلم الحقيقة ايه. اما الاختيار الاخير it's a fact بيقول لك it is possible ده fact. اوكي احنا مش عارفين ايه الفاكت احنا مش عارفين ايه الحقيقة احنا كل عارفينه ان هي تعتقد كده يا ترى صح يا ترى غلط ما نعرفش. طيب will Dr. Burton be the speaker at tonight's conference؟ أم قال لها as far as I know يبقى الاختيار صح he's not quite sure هو مش متأكد who the speaker will be. اوكي تمام مع ان he knows Dr. Burton well he knows Dr. Burton will be speaking. بصوا الاختيار ده هو لا as far as I know هو مش هيتكلم النهاردة قال لها as far as I know. طب ليه ما اخترناش الاختيار ده he knows that Dr. Burton لأن he doesn't know هو قال لها as far as I know يبقى he's not quite sure. طيب آخر سؤال جه في النوع ده do you know if we have to pay a fee to see the exhibit at the museum؟ قال لها not as far as I know يبقى he's uncertain about the fee هو مش متأكد. هما دول التلات أسئلة في التمن نماذج كلها لكم على الجزئية ديت من النوع الأول. الجزئية الأخيرة من النوع الأول هي عبارة عن لما بيقول له إيه عندما يقول المتحدث الأخير اللي هو التاني شيئا مفروض ويأتي السؤال على شكل ماذا كان يفترض ماذا كان يعتقد ماذا كان يقصد ماذا كان يتوقع what has he assumed what has she believed what has she expected ايه ده انت غسلت المواعين ايه ده انت جبت لي هدية ايه ده انت رحت المحل اشتريت خضار. طيب بس بتبقى الاجابة عكس اللي هي قالته هي ما كانتش تتوقع ان هو هيروح ليه بقى هنشوف ما. فيكون الاختيار الصحيح من الاجابات دائما عكس الذي قاله فدي بتلخبط الناس الله ما هو جاب لها ده واتبسطت هي ليه كانت فاكرة انه مش هيجيب لها. طيب تعالوا نشوف جمعت لكم كل الاسئلة اللي في 8 نماذج اللي ايه على الجزئية دي من النوع الأول. طيب let me just get these last plates put away then I'll be ready to go. قامت قايلة له إيه so you did do the dishes هي مستعجبة. طيب so مفروض تقول له so you did the dishes أنت عملت المواعين جملة مفيدة. لا هنا did ديت استخدمها يعني مرتين verb do ورا بعض verb do هنا علشان التأكيد so you did do the dishes انت فعلا عملت المواعين. فالراجل يقول لك what had the woman assumed what had the woman assumed. طيب هي assumed عكس اللي هي قالته she assumed عكس اللي حصل the dishes would not be done هو ده اللي هي افترضته هي افترضت ان المواعين ما كانتش هتتعمل عشان كده هي استعجبت قالت له ايه ده انت فعلا عملت المواعين. طيب سؤال بعده are you مفروض are you still interested in selling those concert tickets انت فعلا انت لسه عايز تبيع البتاع. فقالت له then مفروض تقول له then you want to buy them يبقى انت عايز تشتريهم. لا قامت قالت له ايه بقى then you do want to buy them اذا انت فعلا دي تاكيد فعلا عايز تشتريهم يبقى هنا ايه what does the woman mean هنا هي تقصد ايه what then you do want to buy them اكيد عكس اللي هي قالته هي means that the man was not interested in the tickets هي كانت فاكره كده ان هو ما كانش مهتم بالتيكت ما كانش عايز يشتريهم بس هو جاي بيسألها انت لسه عايزة تبيعهم قالت له ايه ده انت فعلا. طيب اللي بعده you didn't have to wait outside
انت ما كانش تستنى بره، يعني استنى بره ليه؟ you could have just opened the door and walked right in. كنت فتحت الباب ودخلت. قال لها so the door was not locked. تمام، هو كان فاكر ان الباب مقفول. كان فاكر باب مقفول ما قدرش يفتحه. فقال لها ايه ده، هو ما كانش مقفول. What had the man assumed? What had the man assumed? الإجابة الصحيحة تبقى عكس اللي حصل. هو assumed that he could not open the door. هو that what he assumed. He could not open the door عشان هو كان مقفول. فما لها إيه ده، ده ما كانش مقفول. طيب سؤال بعد منه، سؤال الرابع في النوع ده. I've got to get over the chemistry lab. There were only a couple more hours until the lab closes. مفروض دي closes. And I've still got a lot more to do. So you haven't finished the lab assignment yet. يبقى انت ما خلصتيش. السؤال بقى جاب الناريتور بيقول ايه، what does the man assumed about the woman. assumed طالما قال assumed يبقى عكس الايه اللي حصل. هو assumed ان هي ما عملتش، ان هي اقصد عملت، لان هو بيقول انت ما عملتيش. assumed يبقى هو افترض ان هي عملت. طيب السؤال الخامس، Tom's not at home now, he's at work at the architectural firm. Then he did get the job. تمام، he did. إيه ده، ده فعلا. مفروض بقى الجملة عادية خالص من غير تأكيد. Then he got the job. تمام، بس هي قالت he did get the job. يبقى هي دلوقتي بتأكد على حاجة هي مستعجبة. يبقى what did she assume? She assumed that he didn't get the job. خلاص. وادي السؤال السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحداشر والاتناشر. تمام، اتناشر سؤال في الجزئية دي من النوع الأول. تاني نوع لما يقول له I'll say you can say that again، تكون الإجابة دايما أنه يتفق أو يوافق على ما قيل. دايما الإجابة تبقى he agrees أو shares or has the same opinion أو has the same position. في التمانية كلهم جنب الطريقة دي أهو. The traffic outside is really loud. I'll say she agrees that the traffic is noisy. معرفش إيه. You can say that again. He agrees with the woman. ما عرفش قالت له إيه. You can say that again. He agrees that the exam was terrible. ما عرفش قالت له إيه. I'll say she shares the woman's opinion. قالت له you can say that again. He agrees with the woman. ما عرفش كذا كذا كذا، مش مهم إيه كذا كذا. I'll say. يبقى إيه الإجابة؟ Same opinion as the man. خلاص. قالت له you can say that again. يبقى she agrees. I'll say. يبقى he agrees. آخر واحدة ما عارفش إيه. You can say that again. She shares the woman's position. خلاص كلهم جم. دول كل الأسئلة اللي جت في الثمان نماذج جت بهذا الشكل. أدي ثلاثة هنا وهنا أربعة سبعة تمانية تسعة أسئلة. طيب آخر نوع، ده النوع الصعب اللي عايز له واحد يبقى فاهم إيه الـ idioms وإيه الـ phrasal verbs. أول سؤال جاء في الجزئية دي قال له إيه بقى عن الإيديم، بيقول له I ran into. I ran into. I ran into يعني أنا ما جريتش ودخلت في حتة. لا، ده هو يعني unexpectedly met واحد. I ran into my cousin. يبقى unexpectedly met her cousin. اتكعبلت في بنت خالتي وأنا ماشي فقعدنا نرغي مع بعض. خلاص. فهو لما استخدم run هنا مش يعني إن هو جري، لا. السؤال جه إزاي؟ سؤال رقم 18 في نموذج من نماذج. Why are you so late getting here? انت ليه متأخر؟ Oh, I ran into my cousin, Carl, and we stayed and talked for a while. لمدة. طب هي كانت تقصد ايه؟ She unexpectedly met one of her relatives. تمام؟ لا هي she ran to Carl, ولا Carl was running, ولا اي حاجة من running. لان run ملهاش دعوة، الجري اللي هنا ملهاش دعوة بالجري الحقيقي. خلاص؟ هي ما يعني لما نقول بالعربي انا كعبلت، هي ما كعبلتش، وقعت على وشها. فهم؟ هي كده يعني. Without fail. Without fail هنا يعني مفيش حد بيخسر ولا حد بيسقط ولا حاجة، لا، ده معناها always. خلاص. Do you know when rent is due? The landlord. Landlord يعني المالك. The landlord collects it on the first of the month. Without fail. دايما. يبقى ايه الإجابة؟ ان هما لازم يدفعوه في أول الشهر. طيب بص هنا بقى في اختيار
غلط. ليه؟ لأنه بيعتمد على معنى كلمة fail لوحدها خارج السياق. The landlord will not fail to collect. هو مش هيفشل إن هو يجمع الإيجار. غلط، لأن الحكاية ملهاش دعوة بكلمة fail نفسها. هي without fail يعني دايما على طول، خلاص ولا مرة فوتت منه. Take it easy، خلاص take it easy. She would better take it easy. هي ملهاش دعوة بالسهولة خالص، يعني واحدة واحدة على روحك، خفف على نفسك، بشويش على روحك يا عم، خلاص. طيب بيقول له ايه؟ Martha should slow down. هي بقى عمالة تشتغل 100,000 شغلانة، شغلانتين مع بعض في نفس الوقت. قالت له she'd better take it easy، خلاص مش معنى كده ان هي تاخد شغلانة سهلة، لا take it easy يعني بشويش بالراحة، خلاص rest يعني شوية. طيب still up in the air، still up in the air ملهاش دعوة بالهوا خالص. لما احنا مثلا في العربي نقول ده كلام في الهوا، ايه علاقة الهوا الموضوع؟ ملوش دعوة، بس معناها ان هو مفيش حاجة مقررة. not yet been decided. It's still up in the air. هم عملوا اجتماع وقرروا حاجة في السياسة بتاعت الشغل. قالت له لا it's still up in the air. I think it will be discussed again. هيرجعوا يناقشوا الكلام ده تاني في الجمعة اللي بعد اللي جاي. طيب يبقى the policy has not yet been decided. خلاص still up in the air يعني لسه كلام ما تحددش. Hit the nail on the head. انت ضربت المسمار على دماغه. طب هي الحكاية لا فيها مسمار ولا فيها دماغ حد ولا فيها شاكوش ولا في حد تتعور ولا في اي حاجة اتدقت في اي حاجة. ده معناها ان واحد خمن تخمين وطلع التخمين بتاعه صح 100%. زي ما احنا مثلا ايه، انت جبتها. هو ما راحش وجاب حاجة ولا اشترى اي حاجة ولا جاب حاجة من بيته، بس لما واحد يخمن تخمين ويطلع التخمين correct 100% يبقى بنقول له hit the nail on the head. بصوا بيقول له ايه، My guess, تخميني, is that you're leaving the office now and heading straight home. هتسيب ده تخميني. قالت له you've hit the nail on the head. دي معناها you are he is absolutely correct. طيب هما 22 idiom. Beating around the bush. Bush يعني شجيرة. خلاص؟ طيب هي الموضوع ملوش دعوة بالشجيرة خالص. بس ده idiom ان هو بيحنجل ويمنجل. عارفين المنجل اللي بيقصوا بيه الخضرة؟ مالوش دعوة المنجل بالموضوع، بس بيحنجل وبيمنجل هنا يعني ما بيديكش إجابة صريحة وما بيقولكش اللي هو عايز يعمله. هو ما بيقول لو سمحت تعالى ساعدنا، فهو طبعا ما ردش عليها ولا ادها أي كلام في أي كلام وحور عليها وقالت لها ما هو كده على طول he's beating around the bush. يبقى he never gives direct answers. خلاص آخر واحد هنناقشكم معاه في الفيديو، وانتوا بقى تبقوا تحفظوا الباقيين وتشوفوهم. call on، call on ملوش دعوة بالاتصال ولا بالمناداة ولا انه ينادي ولا انه يهتف ولا اي حاجة. call on هنا يعني to visit. هي ليها معاني كتير. call on بتيجي في situations مختلفة، كل situation بيبقى ليها معنى غير التاني، ولا واحدة فيهم ليها دعوة بالتليفون ولا بالاتصال. بس في النموذج بتاعنا، النماذج بتاعتنا جت مرة واحدة في سؤال رقم 5 في نموذج من النماذج. قالت له have you met the new neighbors yet؟ انت قابلت الجيران؟ قال لها no I haven't. Why don't we call on them؟ Why don't we go call on them؟ call on them جت هنا بمعنى to visit. وبقية الإديومز you are off the hook. Two heads are better than one. تمام. القفة اللي ليها اتنين يشلوها اتنين ودنتين يشلوها اتنين كده يعني. droned on and on يعني حاجة مملة. I'm all worn out. أنا خلصان، أنا سبب اللي منمر. I'm on my last legs. أنا رجلي خلاص مش شايلاني. He has head and shoulders above the rest. يعني ده بيهم كلهم. خلاص. I can pull it off. يعني أنا أدها وقدود. He missed the boat. طبعا هو ما كانش فيه مثلا مركبة هو باخرة مستنياه ولا أي حاجة. He missed the boat يعني فاته نص عمره. ولما احنا نقول بالعربي فاتك نص عمرك، مش معناه كده ان هو نص عمره ضاع عليه. لا، هي تعبير مجازي ان هو كان فيه فرصة كبيرة وهو فوتها. Put off. Put off يعني يتجنب. ده phrasal verb يعني يتجنب. I wish I could put off taking it for another semester. أنا كنت عايز أتجنب إن أنا أخدها وأجلها للسمستر الثاني، بس ما قدرتش. ده معناه إن هو لازم ياخدها في السمستر ده. put off يعني يأجل أو يتجنب أو يأجل كده. We'll cross the bridge when we come to it.
احنا هنعبر الكوبري لما ايه، لما نصل اليه. طبعا هما لا ماشيين وفي كوبري ولا في اي حاجه، بس هما بيتكلموا في موضوع، وهي بتقول له لكل حدث حديث، لما نجي له يبقى حلها 1000 حلال. تمام، يبقى هي ده معنى ايه الكروس. يبقى we will deal with it or we will decide later. They can decide later. خلاص، هي ملهاش دعوه بالكباري خالص. On the tip of my tongue، يعني على طرف لساني. طبعا لا لسانها متعور ولا في حاجه على طرف لسانها بتضايقها ولا اي حاجه، ده expression idiom يعني على طرف لساني. Brush it off يعني شد السيفون على كلامه، ارمي كلامه ورا ظهرك كده، ما تخليهوش يضايقك. Easy as pie. Pie يعني فطيرة أو كيكة أو تورتة، يعني تعتبر فطيرة أكتر، أو تارت مثلا. إيه علاقة الباي بالسهولة؟ هي بتقال كده زي ما احنا بنقول العربي سهلة موت. إيه علاقة الموت بالسهولة؟ معرفش، بس يعني معناها إنها سهلة جدا. Easy as pie يعني it's very easy إن احنا نعمل حاجة اللي احنا كنا هنعملها. Follow the directions to the letter. طبعا مفيش لا في جواب اتبعت ولا في جواب كان هيتبعت ولا هو قال لها بعتي جواب ولا اي حاجه. follow directions love يعني ينفذ الاوامر بالحرف، بس هي دي معناها. خلاص. gave up before she got started، دي اخر واحده. gave up before she got started يعني حاجه ماتت في مهدها، يعني الحاجه اللي كانت هتتعمل اصلا ما اتعملتش. ودول اللي 22 idiom اللي موجودين في الثمان نماذج، في التسع نماذج كلهم، عشان الـ الـ لا في الثمانية، في الثمانية كلهم دول الـ 22 ايديم. طبعا في انماط تانية لمهارات اخرى بيختبرونا فيها، لكن اعتقد ان هي ان شاء الله سهلة عليكم، لان ما فيش لخبطة فيها ولا في اسئلة كتير عليها. وربنا يوفقنا كلنا ويوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.